كيفكم؟ شو اخباركم؟ ورجعت لكم فيديو جديد. هدول بدي اربطهم هلا، هو مقلب بدي اربطهم واقول له لعلي على اساس بدي اشوف يعني هو بيلعب رياضه بيلعب حديد انه قد ايه بيتحمل يشيلهم. طبعا والنتيجه هي اخر شيء صحن طحين، طبعا هذا بدي اخبيه. تمام، هيك حاجة قولتكم حاجة ما يلا شوي تاني ما مشكلة. ايه كرمالكم، هي ها ها كرمال عيونكم. وطبعا معنا مقص، هذا هو شر البلية، هذا رح نخبيه وهذا رح نخبيه مشان هو ما يشوفهم، رح خبيهم. طبعا هلا بربطه وانا بدي اقول له بدي اشوف اذا بتتحمل تحملهم 5 دقائق ولا ما بتتحمل تحملهم. ان شاء الله تزبط معنا. دورت على خيط سميك مثلا، حبله، شي شغله، صراحه ما لقيت غير هذا. ان شاء الله يزبط معنا. وبتمنى اللي عم يشوفنا اول مره يفعل زر الجرس ولايك وتعليق حلو عشان اسمكم يفوت بالمسابقه. ان شاء الله كله بيربح معنا. وهلا كله تمام، خلينا ننادي لنشوف شو بده يصير. علي تعا شوي، في عندي انا مثبت الكاميرا مشان هيك. ثواني ليك، انا طالما انت بتلعب حديد تمام، بدي اشوف قدراتك اذا بتقدر تحملها 5 دقائق ولا 10 دقائق بايدك هيك. لا مو انت بتشيل حديد، فينك اذا بتحملها لخمس دقائق لعشر دقائق بس مو بدك تلعب فيها، خلص احملها هيك. هي بتجي عليك شلون صار؟ اعمل هيك. ايه ما مشان شيء يعني. ايه شو بدك تسوي يعني هلا؟ هذا مشان اذا يزيد الوزن، عرفت؟ شو تطحين شو بده يصير يعني؟ ما بصير شيء. شلون الامور تمام؟ قديش عيني موبايلك؟ هلا بعير لك اياه. بدي اعير لك اياه بالمقص. شو بدك تسوي يعني هلا؟ انت امسكه منيح، اوعى ها شو بدي اسوي؟ دير بالك عليه. هي ضريبة الحديد. يعني بزمتك اخر ليلة عم تعمل. شفتوا المقلب شو صار؟ بده يتحمم هلا؟ لا تحمم. نام هيك هلا. مين بده ينظف؟ الساعة 11 ونص مين بده ينظف؟ انا قلت شو صاير شو بدها؟ إذا عجبكم الفيديو إذا عجبكم إذا عجبكم حقل تجارب أنا لأني إذا عجبكم الفيديو شو يعملوا؟ لايك واشتراك وشو اسمه؟ فعلوا زر الجرس بطل يعرف يحكي. الله يتمك له عجيب. واللي بشوف القناة لأول مرة لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس. وشكرا لكل مين عم يدعمنا. شكرا لكم واستنوني. بس مشكلة أنا ما يعني قلبي ما بيطاوعني أزياء لامشيرزات يعني ما بحب. ما أزى هذا، ما أزى يعني. ما أزى هذا مقلب وسخ يعني شو. طحين. أنا ما بحب المقلب. طحين ما أزى هذا. باي باي باي. شو باي باي؟ هيك واحد بيقول باي باي لمتابعينه. باي بدي روح. مع ابتسامة. ابتسامة باي. عريضة. باي. أيوة هيك شفت. يعني مالك زعلان مني؟ لا ما زعلان. مين بده ينظف؟ أنت رح تنظفين. لا. يلا. يلا. شو بيساوي؟ سواني. بدك تنهي الفيديو. ثواني مو نهينا. لا ما نهينا. شو بدك تعمل؟ ما لا نهينا للفيديو. لا 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 عن جد لا. خلص كل مره بيض لا ما حلو يعني. لا 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 لا, لا خلص. على كل حال اللي ما اشترك بالقناه يشترك. ما اتفقنا هيك يعني. وشو كمان؟ لا لا وفعل زر الجرس ويحط لنا تعليق. لا لا
يلا روح مشان تعرفي. نطفي مية حلا. نطفي نطفي.